انا كندير مقدم ديال تكناويت في اكادير، عندي اربعه سميتها مجموعه تكناوا سوس. لا اهم ديالي هو راكم على قول الله اكبر، على باش تعرفوا راه الفراع ما بقى فيه والو، ما بقى فيه والو، وحنا الله يهدي الناس وبغينا حتى حنا هذا المشروع، هذه المحلبه اللي درت لي عاونوني فيها اخوتي ووالديا، وراه تبارك الله راه الله تزوجت درت ولادي، الله يكمل الباع المسلمين اللي كيجيو عندي كيشجعوني. لا اهم ديالي انا كنقول للشباب هذا المشروع ديال العصير، انا بديت من حي بوتشكات، وحي بوتشكات الله غني التعريف الباطوار، اللي كيفكرني هو ليامات ديالي، وانا فاش درت هذه المحلبه هذه درتها كما نتبعش الحرفه ديال الفن. دابا راك شتي العراسات، العراسات راه ما بقى فيهم والو، الحفلات ما بقى فيهم والو. كنت انا ديجا كنضم مهرجان في الهواء الطلق سميتو ايزوران كناوا مهرجان، وكيعاونوني الناس ديال السلطه، الناس الامن، الناس ديال المجلس، الناس كلهم كيعاونوني، الناس مسؤولين في اكادير هكا. والاهم ديالي انا كنشوف دابا التظاهره ما كاين فيها والو، كنقول الناس الشباب ديال الموسيقيين كناوا، الناس اللي كلهم اللي عنده شي حرفه يخرج فيها. واش نقول لك، الليمون فكره الليمون كنت نديرو في حي بوتشكات مع واحد السيد سميتو عبد السلام السلام، هو اللي كيعاونني، وكنديرو ديما كل رمضان كندير الليمون. ما نقدرش نتخلى على هاد جوج خدمات مع المحلبه، عاونوني فيها اخوتي سميتها لا فينواز غير في سيدي يوسف، وانا ضروري الفن الكناوي ضروري غنمشي ليه، راه مع عندي الاكاديميه ديال الكناوة دابا كنتسنى غير تحيد هاد الوباء هذا، الله يبعد علينا على المسؤولين كاع، الله ينصر سيدنا، غير تحيد هاد الوباء هذا انا غنرجع لتاكناويت ديالي. ضروري خصنا نتسكنوا، ضروري المحلات ديال تاكناويت نطلعوا لسيدي بوجمعي كناون، ضروري وعدنا الناس على سيدي بوجمعي كناون، ضروري خصنا نطلعوا لذاك السيد الوالي راه تيقادو فيه القبه دابا باش نخدموا تاكناويت مع المقدمات. من هضمين ما كنشكر المقدمات ديال المغرب كلهم، المقدمين والمقدمات وكاع المعلمين ديال الكناوه اللي كيسهروا على هذا الفن الكناوي وكيسهروا على التراث. كنقول للشباب عافاكم انخرطوا في الجمعيات ديال الفن الكناوي. الحمد لله تزوج دابا خص لقم العيش. تنقول للشباب اللي بغى شي حاجه يجي عندنا، وتحيه للناس الزويونين، لا اله الا الله. شوف والله الا كاينين الناس الزويونين كيشجعوني وكيديو عندي، والله الا كيجيو الناس من بعيد من اكادير، هنا كيجيو من نسكان طراس التشيره نواحي ديال اكادير كل سوس كيجيو يديو عندي العصير والليمون والرايب والفن، حتى هو كيديو كلشي، حلو كلشي الا الفن الا العراسات. هذوك الناس اللي كيعيطوا لينا راه كنمشيو كنخدموا معاهم وكنضحكوا معاهم وكندوزوا لهم خدامي المهرجانات. دابا راه ما كاين والو، رجعت للخدمه ديالي وحليت محلابه، الناس اللي بتجي عندنا، وانا كنمناظمين برك كنشكر الناس اللي كتجي كتقدى الطلبه، خصيصا الطلبه والناس المغاربه اللي كيتقداو عندي خارج الوطن وداخل الوطن، وكنشكر كاع المهمات الكبار، المهمات والاباء اللي كيشجعونا وكينورونا. الله يعمر ربي يسهل عليك الحاجه، والله الله ييسر لك. ها الفعل كيدير، وباقي تاكناويت ديما، تاكناويت ديما، ونقول لهم اللهم صل عليك يا رسول الله، يا جانبي يا مولاي محمد الحبيب. تحشت المهرجانات، تحشت الرباعه ديالي، كنبغي نخرج دابا الجديد، كنت غنخرج الجديد مع مجموعه تاكناوا سوس، ولكن دابا راه الوباء ما نقدرش ندير. علاش؟ الله يعاونكم، تهلاو لي فريسكم، كنقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان كريم مع الحباب، الله يعاون. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.